السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلاب الصف الرابع الابتدائي مكملين يا ولاد مع بعض شرح منهجنا. هناخد بإذن الله النهاردة آخر درسين عندنا في الوحدة الخامسة بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. اتأكد لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي عشان تتابع ان شاء الله الفيديوهات والمراجعات اللي هتنزل الفترة الجاية، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا ودوس على اللايك. يلا بقى بينا نبدأ علشان ما نطولش في الفيديو. وأول كلمتين يا ولاد عندي كلمة جداد ومهمين قوي قوي، كلمة إيجابيات وكلمة سلبيات. إيجابيات معناها pros وسلبيات معناها cons. pros and cons, pros and cons, pros and cons. سلبيات وإيجابيات pros and cons. كلمة طقس معناها weather. weather والمعايا weather، التي والاتش هنا عملت صوت ال the weather. weather بالخارج يعني outside. outside outside, outside, outside. واخدين بالداخل عكسها inside لو تفتكروا. ثقيل يعني heavy، حاجة تقيلة. heavy, heavy, heavy. ثقيل يعني heavy, heavy, heavy. نقاط يعني points, 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 points. فلو عايز أقول مثلا نقاط جيدة أقول good points، ولو عايز أقول نقاط سيئة يبقى bad points. طيب كلمة كل شخص أو الجميع معناها everybody أو everyone، والورايا everybody everyone. everybody everyone من الكلمات اللي بتتكرر كتير جدا، خلي بالكم منها. everybody everyone. حقيبة البريد اللي بيشيلها ساعي البريد اسمها mail bag. mail bag, mail bag, mail bag. تقرير يعني report, 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 report. عامل النظافة cleaner, 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 cleaner. يسير يعني walk، طبعا الايه هنا انطقوها او واللي silent walk، يسير walk. والماضي منها walked, walked، هننطق الدي ت walked لان اخر صوت عندنا هنا في الكلمة صوت الك. connect يصل، حاول ما تنطقش الاو يا ولاد، ها ما تنطقوش الاو. connect يصل، connect, connect, connect. والماضي connected, connected. tell يخبر، الماضي told. tell told، احفظ الاثنين مع بعض. tell told. wake up woke up. wake up woke up يعني ايه؟ wake up يعني يستيقظ. wake up woke up. طيب important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر مهمة. on the one hand من ناحية. on the one hand من ناحية. on the other hand من ناحية أخرى. on the other hand من ناحية أخرى. لما تكون تتكلم عن موضوع والموضوع ده مثلا فيه مميزات وفيه عيوب، فممكن تقول لي إيه؟ والله من ناحية كذا كذا كذا، ومن ناحية أخرى كذا كذا كذا. يبقى on the one hand من ناحية، وon the other hand من ناحية أخرى. يفكر في think about, think about, think about، يفكر فيه. get a lot of exercise يعني يتدرب كثيرا. get a lot of exercise يتدرب كثيرا. get a lot of exercise يتدرب كثيرا. get a lot of exercise يتدرب كثيرا. طوال اليوم all day, all day, all day. يحافظ عليه نظيفة keep it clean, keep it clean, keep it clean, keep it clean. درس النهاردة يا ولاد بيتكلم لي على مميزات وعيوب وظيفة ساعي البريد، فبيقول لي the good and bad things about the mail carrier. وطبعا وارد جدا يجي لي paragraph يقول لك اتكلم على مميزات وعيوب ساعي البريد، فركزوا معايا كويس جدا جدا ورددوا معايا كمان الجمل وافهموها قبل ما ترددوها. هنا بتقول لك ايه البنوتة اللي واقفة دي؟ بتقول لك my name is شريفة، انا اسمي شريفة. in class في الفصل، this week هذا الأسبوع، we're talking about يعني إحنا هنتكلم عن the good and bad things، الأشياء الجيدة والسيئة، about عن different jobs، الوظائف المختلفة. my aunt عمتي is a mail carrier، ساعية بريد. in America في أمريكا. I talk to her، أنا اتكلمت معاها. اتكلمت معاها talk to her، اتكلمت معاها دي ما اسمهاش her، ها اسمها her.
اتكلمت معاها about her job عن وظيفتها and she told me وأخبرتني. كلمة told يا ولاد هي ماضي tell. tell يخبر. told أخبره. طب told me أخبرتني. some of بعض من. some of بعض من. بعض من إيه يا teacher؟ the pros and cons المزايا والعيوب. نبدأ بقى نتكلم في الجد ونعرف إيه هي الـ pros و الـ cons بتاعة الـ male carrier's job. pros and cons of being a male carrier. What's it like to be a male carrier? كيف يبدو الأمر عندما تكون ساعي بريد؟ There are, يوجد. There are يا ولاد هيجي وراها اسم جمع. بص كده الاسم الجمع اللي جاي وراها. Some, بعض. Good and bad points. اهي points اهي جمع. النقاط الجيدة والسيئة about the job. عن الوظيفة. نقول تاني الجملة دي يا ولاد. There are, يوجد. Some, بعض. Good and bad points. النقاط الجيدة والسيئة about the job. عن الوظيفة. On the one hand, فاكرينها؟ من ناحية. On the one hand, من ناحية. Male carriers, ساعي البريد. طبعا هنا هو متكلم عليهم بصيغة الجمع، عشان كده قال لك are، ما قالش is. بيكونوا outside، بالخارج. All day، طوال اليوم. عشان أبقى صريحة معاك، الموضوع ده ليه ميزة وليه عيب. يعني زي تيتشر، يعني لو ساعي البريد موجود في الشارع أو موجود بالخارج طوال اليوم والجو أو الطقس حلو، الموضوع ده هيبقى ممتع قوي. يا سلام، هو أنا أطول كده لما أبقى ماشية في الجو والجو جميل ومفوش ولا مطر ولا هبقى مبسوطة جدا. لكن افرض بقى الوذر بقى حر قوي أو برد قوي، هل الموضوع هيبقى حلو؟ لا، ده هيبقى عيب بقى كده، مش ميزة. عشان كده الحتة أو الجزئية بتاعة إن الميل كاريرز are outside all day دي تعتبر ميزة وعيب في نفس الوقت، على حسب انت هتقول ايه. أوكي؟ طيب this is great، يعني الموضوع ده great، رائع ان انا اكون في الشارع او اكون بالخارج طوال اليوم. great رائع امتى؟ ركز في الكلام. when عندما the weather الطقس is good، جيد، كده هي ميزة. يبقى انا ممكن اقول ايه يا ولاد؟ male carriers are outside all day، ساعي البريد بيبقى بالخارج طوال اليوم. and it's great، وده يعتبر حاجة كويسة، حاجة رائعة. when عندما the weather is good، الطقس يكون جيد. لكن لو الطقس بقى وحش، حر جدا، برد جدا، هل الموضوع هيبقى ممتع؟ لا طبعا. but لكن it's not fun، الموضوع مش ممتع. when عندما the weather الطقس is very hot or cold، يبقى حر قوي قوي او برد قوي قوي. لا، في الحالة دي بقى ما بقاش الموضوع حلو ولا بقى جريت خالص، ده بقى it's not fun، ما فيهوش اي متعة. الجزئية دي ممكن تقولها مع المميزات وممكن برضو تقولها مع الايه؟ العيوب. اللي هي انهي نقطة يا تيتشر؟ اللي هي male carriers are outside all day. لو كملت وقلت الطقس حلو يبقى كده ميزة، ولو كملت وقلت الطقس وحش يبقى كده ايه؟ عيب. اتمنى تكونوا فهمتوا الجزئية دي. طيب تاني حاجة، male carriers يعني ساعي البريد أو طبعا الجمع بتاعهم، يعني walk بيمشوا all day طوال اليوم and get a lot of exercise، وهم بكده بيمارسوا تمارين اللي هي الرياضة بتاعة المشي. ما هو المشي ده رياضة، فكون إن أنا أبقى ماشية فأنا كده بعمل إيه؟ رياضة، فدي تعتبر ميزة. نقولها تاني يا ولاد، male carriers walk all day، يعني بيمشوا طوال اليوم. and get a lot of exercise، وبيمارسوا الكثير من التمارين. everybody الجميع، everybody الجميع، ليت ميزة بقى، ركزوا معايا. everybody الجميع likes، يحب getting mail، الحصول على بريد. get يا ولاد معناها يحصل. طب getting الحصول، الناس كلها بيحب يجيلها بريد، اي حد بيبقى عايز يجيله جواب، يجيله طرد، كلنا بنحب يجي لنا بريد.
everybody likes getting mail، كل الناس بيحب يجي لها بريد، وبالتالي هل انت هتبقى فرحان بمقابلة ساعي البريد ولا مش تبقى فرحان بمقابلته؟ لا اكيد طبعا، ما هو اللي هيجيب لي الخطابات والجوابات letters او البارسلز، فاكيد طبعا هحب اقابله. عشان كده بيقول لي ايه، show لذلك everyone، الجميع، everyone زي everybody بالظبط نفس المعنى. likes meeting، بيحب مقابلة the mail carrier ساعي البريد. meet معناها يقابل، انما meeting مقابلة، انا كده حولتها للاسم. وخلي بالك ان everybody و everyone بيعاملوا معاملة المفرد، عشان كده قلت likes، خلي بالكم. هنبدأ بقى نتكلم على العيوب، عشان كده قلت ايه، on the other hand، ومن ناحية اخرى، there are، يوجد، also، ايضا، some bad things، بعض الاشياء السيئة to think about، عشان تفكر في الوظيفة دي. ايه هي؟ being a mail carrier، كونك ساعي بريد، is not an easy job، مش وظيفة سهلة. ليه؟ The mail bag is very heavy. أدي أول حاجة، الحقيبة بتاعت البريد يا ولاد تقيلة جدا. The mail bag is very heavy. Another bad thing is that، حاجة تانية وحشة أو حاجة تانية سيئة هي إيه؟ They wake up، بيستيقظ very early، مبكرا جدا، بيصحوا بدري جدا. وراحت قايله لنا ايه، ماي انت عمتي اللي هي ساعيد بريد اللي شغاله في امريكا دي، ستارتس ورك، بتبدا العمل بتاعها، ستارت معناها يبدا، بتبدا الشغل بتاعها at 6 o'clock، الساعه 6 in the morning، في الصباح. اخر حاجه هنتكلم عليها في فيديو النهارده يا اولاد، people who help us، الناس اللي بيساعدونا. اول حاجه بيقول لي the plumbers، السباكين، connect the pipes، بيوصلوا المواسير، so that، لذلك، so that، لذلك، we have water، احنا عندنا ميه. the electricians، الكهربائيين، connect، بيوصلوا electricity، الكهرباء، so that، لذلك، we can، نستطيع، use lights، ان نستخدم الاضواء. the cleaners، عاملي النظافة، keep the school clean، بيحافظوا على المدرسة ان هي تكون ايه، نظيفة. the bus drivers، سائقين الاتوبيس، bring the children to school، bring يا ولاد معناها يحضر، bring يحضر، يعني بيجيبوا الاطفال، the children to school، الى المدرسة. the garbage collectors، جامعي القمامة، take away، بيتخلصوا من، take away، بيتخلصوا من our garbage، القمامة بتاعتنا. the mechanics، الميكانيكيين، بيعملوا ايه، fix the cars، بيصلحوا السيارات and buses، والأتوبيسات، that bring، التي تحضر، the children، الأطفال، to school، إلى المدرسة. هل الجمل دي مهمة؟ أو طبعا مهمة جدا، لأن ممكن يجي لي paragraph مثلا يقولك اتكلم على ال different jobs، وظائف مختلفة، فمطلوب منك تقول كده جملة عن كل مهنة، فالجمل دي كويسة جدا جدا، ياريت تقرأها أكتر من مرة. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، خلصنا الوحدة الخامسة على خير. أتمنى تكون استفدت من الفيديو، أشوفك على خير إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.